يا ترى ايه حقيقة البنت اللي بشعرها في الحرم والعمرة اللي عملها رولاندو بعد ما وصل السعودية، وحقيقة صوره بملابس الإحرام جنب الكعبة؟ وهل فعلا تركي آل شيخ قدم لكريستيانو رولاندو أغلى هدية في التاريخ؟ وحقيقة صعق وديع جورج وسوف بالكهرباء؟ وحقيقة خطوبة هيفاء وهبي لنجم المنتخب المصري؟ دي عناوين حلقتنا النهاردة. أهلا بيكم أحبائي المتابعين في كل مكان، هنعرف كل التفاصيل في الحلقة المهمة دي اللي أتمنى إنكم تشوفوها من بدايتها حتى نهايتها، لأنها حلقة مبذول فيها جهد كبير وعن موضوعات بتهم كتير جدا من رواد مواقع التواصل. لكن قبل ما نبدأ كده، يا ريت تصلوا على النبي وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد، وما تنسوش الاشتراك في القناة لو أنت مش مشترك معايا في القناة. ولحد دلوقتي تنوروني، واهلا بيكم مع اخوكم احمد الحكيم. تابعوني بعد الفاصل. اهلا بيكم. من امبارح ومواقع التواصل الاجتماعي متجننه ولسبب ظهور فيديو لبنت من العمره بشعرها لابسه ملابس الاحرام للرجال وتقريبا حاطه ميك اب. الفيديو انتشر بشكل كبير جدا والناس بقت مستغربة، هو ازاي يسمحوا لها وازاي تتجرأ وفين الناس وحاجات زي كده. لكن بعد فحص الفيديو بعد التحقيق من ناحية اخواتنا في السعودية كانت المفاجأة، وهي ان الفيديو لراجل. اه والله زي ما بقول لكم كده، الفيديو طلع لراجل. الراجل شعره طويل ومهتم بنفسه، هتلاقي وشه احمر وكأنه حاطط ميك اب، والغريب انه في الفيديو لابس ملابس احرام رجالي. لكن الناس ما توقعتش برضو انه راجل، واعتقد انه ست بس مش فاهمة امور دينها او حتى داخلة في الاسلام جديد. وناس كتير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي اتكلمت في الموضوع ده. اولا ربنا يهدي الجميع، هو خبر طريف على كل حال. مواقع التواصل الاجتماعي لها كام يوم مولعة، والسبب كان اغلى هدية اتقدمت في التاريخ، وده على حسب ما بيتقال الهدية قدمها تركي آل شيخ لإقناع كريستيانو رولاندو بأنه يلعب بنادي النصر السعودي. طب إيه هي الهدية؟ الهدية هي قصر كبير جدا أفخم ما يكون، واللي سكن فيه كريستيانو بعد ما وصل للرياض عشان ينضم للفريق. القصر بتاعه قيمته 12 مليون استرليني، ومكانه في حي المحمدية في الرياض. حسب اللي اتكتب في الديلي ميل البريطانية، فالقصر مبني على مساحة كبيرة جدا بتوصل لأربعة كيلو متر ونص، وجوه القصر ثلاث فيلات موجودة، ده غير ثمان أوض نوم جنب شلالات المية والمناطق الخضراء كبيرة جدا، ده غير حمام سباحة أولمبي وصالة بولينج وصالتين للجيم وملعب كرة قدم وملعب سلة. لكن الغريب قوي بالنسبة لأن القصر جواه ثلاث مطاعم ومول ومجمع للألعاب وبتحرسه ثلاث شركات أمن. هنيالك يا عم رولاندو، وموضوع القصر مش هو الخبر الوحيد اللي يخص رولاندو النهاردة، لان الحقيقة في خبر تاني عنه وصور بيتم تداولها بشكل كبير جدا. الصور طبعا مش تدريباته ولا الشوبينج اللي بتعمله جورجينا بنته في المولات السعودية، الخبر العمرة اللي عملها رولاندو لوحده من يومين، وصورة جنب الكعبة. والحقيقة ان رولاندو عمل عمرة ولا دخل الاسلام جديد، والصور ما هي الا فبركة فوتوشوب لعيال اللي قاعدين على النت ليل نهار قاعدين يخترعوا اختراعات وليهم مواضيع تخصهم. وحتة ان هم حطوه جنب الكعبة، الكلام ده مش حقيقي، وخرجوه عن ملته وصوروه عشان بس يهزروا ويضحكوا شوية، وده طبعا كلام مش معقول ابدا، لا ينفع لينا ولا لغيرنا. وبعيد عن رولاندو وصور المتفبركة، النهاردة في اخبار مالية السوشيال ميديا عن جواز هيفاء وهبي للمرة الثالثة، وللمرة الثانية العريس مصري. لازم نعرف المفاجأة، لكن الناس ما استغربتش في خطوبتها وجوازها على قد ما استغربت واستغربوا شخصية العريس. والعريس اللي اتكلموا عنه هو خالد الغندور، لاعب منتخب مصر السابق ومدير الكرة في الزمالك. يا عم خالد انت راجل، يعني ربنا يديك الصحة، يعني هتقدر انت على هيفاء ربنا يديك الصحة. والحقيقة ان في مصادر مقربة من هيفاء وهبي نفت موضوع الخطوبة ده، لكنهم ما نفوش علاقة هيفاء بخالد الغندور، وأكدوها وأكدوا على صداقتها المقربة من اللاعب السابق، وإن الصداقة دي ابتدت لما الاتنين اشتركوا في برنامج سوا في لبنان، وكانوا وقتها بيهزروا ويضحكوا كتير جدا. وعاوز أقول لحضراتكم تقريبا صور البرنامج ده رجعت تظهر من جديد
فالإشاعة انتشرت أكتر بسببها. ده طبعا لحد ما اتضحت الأمور، لأن بيقعدوا ينفوا لحد ما يخلفوا العيال وبعدها يبتدوا يعلنوا عن أنهم اتجوزوا وأن في اختلاف هيتسبب في طلاقهم. ده طبعا كان النفي اللي خرج من ناحية هيفاء على لسان مقربين منها، لكن من ناحية اللاعب المصري مفيش أي نفي خرج لحد الآن، ولحد ما حد من عنده يخرج ينفي هنقول سوا الخبر الثالث. وامبارح الفنان جورج وسوف كان في حالة انهيار كبيرة جدا وهو بيستقبل العزاء في ابنه الكبير وديع، واللي توفى امبارح بعد دخوله غيبوبة لأكثر من أسبوع. اللي توفى بسببها وديع جورج خطأ طبي نتيجة عملية التكميم اللي اتعملت في المعدة، عملها قبل نهاية ديسمبر اللي فات، لكنها بعد ما عملها وروح ابتدى يحس بمضاعفات ونزيف، اضطرت المستشفى انها تنقله دم، وابتدى الفنانين يطلبوا من الناس انهم يروحوا يتبرعوا بالدم لابن جورج وسوف في المستشفى. هو كان داخل المستشفى يوم 27 اللي فات لعمل عملية تحويل مسار معدة، وبعد ما روح حس بوجع في بطنه، والدته قالت له يرجع يعمل فحوصات تاني، لكنهم في المستشفى اكتشفوا انه حصل له نزيف في المعدة، واتحجز في المستشفى محاولة كبيرة جدا لإنقاذه، لكن كان قدر ربنا المضاعفات اتسببت له في أزمة قلبية دخل بسببها العناية المركزة واتصعد بالكهرباء عشان انعاش القلب، لكن مفيش فايدة، وللأسف ما خرجش منها وعلى رجله، وكان عزاءه أمس، واللي شاف حضوره عدد كبير جدا من الفنانين اللي اتلفوا حوالين جورج وسوف وحاولوا انهم يسندوه في شدته. والحقيقة طبعا احنا بنشكر كل الناس اللي اتضمنت مع جورج، لان طبعا احنا ملناش علاقة غير بالحاجة الانسانية. على العموم بكرة في اكيد اخبار وتفسيرات اكتر، ولحد ما يجي بكرة فانا كنت سعيد بكل الناس اللي كملت معايا الحلقة للاخر، وبقول لكم اني بحبكم جدا جدا، اتمنى ليكم كل الخير، اسيبكم في حفظ الرحمن. كان معاكم اخوكم احمد الحكيم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.